سلام الله عليكم مشاهدينا، اهلا وسهلا بكم في حصتكم المحبوبه بمبرين فاميلي. ان شاء الله ندخل لكم بالفرح والسعاده. اليوم راني مع كيفاش نقولوا قطعه مني اللي هي اختي نجوى. اهلا وسهلا بك. اهلا بك سميحه. اهلا مشاهدينا الكرام. الحمد لله اختك الصغرى. اختي الصغرى توحشناك نجوى. توحشك الخير. صح، من المشاهدين بزاف كانوا يراسلوني قول لهم الحمد لله عودة موفقة إن شاء الله. إن شاء الله عودة موفقة وعودة محمودة إن شاء الله. الله. إذا بدون إطالة أنا ونجوى اليوم يعني المنيو قبل ما نتكلموا عليه نروحوا نتكلموا عليه في المطبخ. أكيد. اليوم المنيو مع نجوى، اليوم راني معزومة، يعني ديري لونتخي ولو بلا نجوى؟ ديري لونتخي ولو بلا. داكو. وأكيد لونتخي يعرفوني المشاهدين نحب بزاف الخبابز، الأمي السلطة وأنا الخبابز. خلاص ملح دير لنا خبز. خبز رائع. داكو.